السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في قناتكم التعليمية أبو دنيا إلكترونيك. اليوم إن شاء الله معنا فيديو جديد. معنا الشاشة دي شاشة لينون إير 32 بوصة، فيها مشكلة هنشوفها مع حضراتكم دلوقتي. نبدأ نفتح الشاشة باور، هتبدأ الشاشة تفتح زي ما شفتوا كده، خطفت خطفة بسيطة كده والإضاءة اختفت. في إضاءة لكن إضاءة خفيفة جدا، إضاءة خافتة جدا مش ظاهرة، يعني البتش زاهر حاجة بسيطة جدا في الشاشة. فده مظهر العطل، الشاشة تفتح للثانية والإضاءة تبدأ تضعف جدا زي ما هو واضح أمام حضراتكم كده. نعيد تاني بالوضع اللي انتوا شايفينه ده كده، ده مظهر العطل عندنا. هنفك الشاشة إن شاء الله ونبدأ نفحص ونشوف المشكلة عندنا فين. تابعوا معانا، لكن قبل ما نبدأ الفيديو صلوا وسلم على النبي الهدى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نروح فاصل ونرجع تاني. موديل الشاشه L32UT420. بدايه كده اول ما فكينا الشاشه هنبدا نشوف البورده عندنا ونلقي نظره على المكثفات. من الوضع عند المكثفات كلها شكلها سليم، مفيش شكل مكثف تلف او منتفخ. طبعا الشكل زي ما وضحنا في كل فيديو نقول الشكل المكثف مش كل شيء، مش معنى المكثف ان شكله سليم معنى كده ان المكثف سليم. احتمال يبقى شكله سليم لكن المكثف الماده الكيميائيه اللي في داخله جفت، فالمكثف ما بيشتغلش بشكل طبيعي، تمام، او المكثف تلف نهائيا. فهنا حضراتكم احنا مش هنحكم على الشكل، لكن غالبا احنا بنحكم عليه بالشكل مبدئيا كده في البدايه. لكن اللي يظهر معانا اكيد ان المكثف تلف او مش تالف الفحص معانا. فهنا مبدئيا هنا كده عندنا مشكله في الاضاءه، يبقى اول شيء هتتجه ليه؟ مش هتتجه للبورد، هتتجه للليدات. هبدا افحص الليدات. فعندي ده سكوت الليدات اهو، وده دايما بجانب دايره الاضاءه. هنا هنزع السكوت من البورده، ما ينفعش افحص والسكوت في البورده، لان انا هفحص بتستر الليدات، وتستر الليدات ده خرج حوالي 300 فولت، فبالتالي لو فحصت احتمال يعمل لي رجع يسبب لي في تلف مذبذب، تلف شيء، والسوكت راكب في البورده. فانا هنا هفحص خارج البورده، فلازم اخلع سوكت الليدات من البورده وابدا افحص. فنثبت الكاميرا ونبدا نفحص كده. اشغل التستر، خرج التستر هنا 300 فولت زي ما واضح امام حضراتكم. اوصل الزائد مع الزائد والناقص مع الناقص. وزي ما واضح كده سحب معايا 32 فولت، الليدات سحبه معايا 32 فولت، وفي اضاءه موجوده هنا، في اضاءه موجوده، الليدات اضاءت اهي. لو فصلنا تستر نتاكد اكتر، نشوف الشاشه فيها بيانات ولا ما فيهاش بيانات عشان نتاكد ان الليدات شغاله كويس. هوصل التستر التاني، انا نسيته وفصلته، هوصله تاني كده واتاكد من الليدات انها شغاله كويس. كده الشاشه مفتوحه في وضع تشغيل لكن مفيش اضاءه حاليا. انا هوصل التستر وزي ما واضح كده امام حضراتكم الشاشه الاضاءه البيانات شغاله فيها والاضاءه شغاله تمام، اشتغلت معايا على التستر كده. يعني احنا ممكن نحكم 100% كده ان مشكلتنا عندنا في البورده، تمام. لكن نصيحه قبل ما تحكم على ان العطل في البورده، هتحاول تشغل الليدات تاني على البورده. لو الليدات اضاءت معاك وما كانتش مضاءه زي ما شفت كده، اضاءت على البورده واشتغلت طبيعي تمام بعد ما فحصت بالتستر، لان التستر بيديها امبير اعلى شويه، فبالتالي ممكن الليدات تشتغل ومجرد ما وصلتها في الشاشه تاني تشتغل معاك. لكن لو فصلت الشاشه وانتظرت شويه نص ساعه او شيء وحاولت تشغل الشاشه تاني هتشغلها، مش هتلاقي اضاءه نفس الوضع، فده بيبقى عيب في المساطر، تمام. فانا دلوقتي لو وصلت الليدات دي واشتغلت معايا الشاشه اشتغلت معايا كده، العيب مش هيبقى عندي في البورده، هيبقى العيب عندي في الليدات، تمام. يا ريت تكون المعلومه دي وصلت. فهنا هنوصل الليدات تاني في الشاشه مكانها في البورده ونختبر. لو الليدات اشتغلت كده العطل عندي في الليدات، لو الليدات كان نفس العطل كده احتمال كبير العطل عندي
مش في الليدات، لو الشاشه نورت وطفت معايا بالوضع ده كده العطله هيرجع عندي في البورد. تمام. فهنا انا هوصل الليدات تاني مكانها في سوكت الشاشه هنا، بعد ما افصل التستر هنا هركب الليدات مكانها بنفس الوضع اللي كانت واصله بيه اهو هنا، وهجرب. لو العطل نفس العطل، الليدات ما اشتغلتش، الليدات شغاله معايا. لو الليدات ما اشتغلتش كده الليدات سليمه عندي، لو ما اشتغلتش على الشاشه وكان نفس العطل، لكن لو اشتغلت كده يبقى الليدات تالفه عندي، مع ان المفروض يبقى العكس، لكن هي الفكره دي تبقى عارفها كده. انا كده هشغل اهو، ضغطت باور كده مفيش كده، نفس العطل عندي هو هو كده. اقدر اقول لحضرتك ان الليدات عندي سليمه، مع ان الشاشه ما قضيتش الليدات سليمه عندي. تمام. لو الشاشه قضت واشتغلت طبيعي كده يبقى الليدات تالفه، العطل عندي كده في دايره الاضاءه. طب دايره الاضاءه هتبدا معايا من مين؟ منين؟ هتبدا معايا من مصدر التغذيه الاساسي اللي خارج معايا من الباور. ففحصي في دايره الاضاءه هيبدا من الشوكتو ديود اللي بيغذي دايره الاضاءه معايا اللي هنا ده. عندي هنا اهو ادي ده شوكتو ديود اهو، ده اللي بيغذي دايره الاضاءه معايا، ومكثف التغذيه بتاعه اللي هو من جنبه اللي هو المكثف ده كده. هو المكثف شكله مش طبيعي اساسا، المكثف اللي هنا ده كده، دول المصدر الاساسي اللي بيدخل معايا لدايره الاضاءه عشان تاخد الجهد الدي سي، تحوله لجهد الدي سي اعلى، لان دايره الاضاءه دي بوست كونفرتر بيحول من دي سي تو دي سي، لكن بياخد جهد منخفض يرفعه لجهد اعلى علشان يشغل معايا الليدات. تمام. طب الجهد اللي عندي انا حاليا الليدات كان القياس على التستر حوالي 32 فولت، تحتاج كام فولت في المصدر هنا عشان تشغل دايره الاضاءه ويخرج لي جهد حوالي 40 فولت علشان يشغل لي الليدات؟ لان طبعا لو هنا الليدات بتشتغل على 32 جهد، درايفر الاضاءه لازم بيخرج جهد اعلى، بيخرج حوالي 40 50 فولت. تمام. فهنا المفروض عندي الجهد هنا بيوصل معايا، يعني اقل فولت عندك هيبقى 16 فولت ل 20 فولت بالنسبه للليدات اللي هي بتقيس معاك 32 فولت هنا، لان الليدات دي 2 مسطره، المسطره الليد فيها 3 فولت، 6 ليدات في المسطره، المسطره بتقيس معاك لوحدها 18 فولت، المسطرتين لو وصلناهم توالي المفروض بيقيسوا 36 فولت في داخل الشاشه، بيقيسوا على التستر حوالي 32 زي ما كان واضح امام حضرتك. فانا المفروض جهد المصدر عندي هنا بيزيد عن 15 فولت علشان يشغل لي، يترفع معايا ل 40 او 50 فولت هنا عشان يشغل لي الليدات. تمام. فاول شيء اروح ليه مباشره ان انا ابدا افحص جهد المصدر عندي اللي خارج من الباور سبلاي هنا، واشوف الجهد ده عندي كام فولت. فاروح كده بالمالتيميتر على وضع الدي سي، والشاشه طبعا في وضع تشغيل، هثبت على اي ارض كده ونفحص ده الجهد اللي المفروض عندي هنا جهد اساسي. جهد اساسي 12 فولت هنا، دي جهد 12 فولت اللي بيغذي معايا الكنترول وبقيه الدوائر. ده كده ملناش دعوه بيه، الشاشه كده كده شغاله بيانات. انا العطل عندي في الاضاءه، فاروح للشوكت ديود التاني اللي هو هنا ده موجود عند حضراتكم، ده عليه 23 فولت. المفروض الجهد ده يشغل الشاشه برضو اضاءه مفيش مشكله، لان زي ما وضحنا الجهد المفروض يزيد عن 17 فولت، لكن زي ما واضح حضراتكم كده انا شايف في تغير في الفولت اهو، بالملي فولت في تغير، 17 14 13 10 9 فهنا مبدئيا كده اول شيء اروح له طالما في تذبذب كده في الفولت، مع انه ملي فولت اهو، يعني ده مثلا جهد 12 فولت، شوف حضراتكم ثابت بالملي اهو. المفروض لو المكثف مكثف التنعيم اللي خاص بدايره الاضاءه ده سليم، ما يبقاش عندي الجهد كده متذبذب يطلع وينزل كده بالوضع ده كده، مع انه نازل مليات فولت، لكن زي ما متلاحظ عند حضراتكم اهو حتى هو الفولت ابتدى يقل اهو، الفولت نفسه ابتدى ينزل بالواحد فولت، كان 23 ابتدى ينخفض ل 22 ويطلع تاني. معنى كده ان انا عندي مشكله هنا في جهد المصدر اللي بيغذي معايا دايره الاضاءه. فهبدا باول شيء مكثف اللي عندي ده اللي هو مكثف
اللي متصل بشكته ديود اللي هو خارج الباور هنا بتاع اللي يخص الاضاءه، ده اول مكثف معايا ممكن يعمل المشكله دي، وفي مكثف الرافع التاني ده ممكن يسبب معايا في المشكله دي. فانا مبدئيا هبدا بالمكثف ده لان الديود هنا زي ما وضحنا كده كان متغير. اخلع المكثف ده وافحصه ونبدا نستبدله. تابعوا معانا. نروح هنا نفحص المكثف. المكثف ده 35 فولت على 330 مايكرو فارات. طبعا هنا احنا بنفحص المايكرو فارات ما بنفحصش الفولت. 35 على 330 مايكرو فارات، شوف ادينا كام. ده كده على وضع المكثف. زي ما واضح امام حضراتكم كده انا كده ثابت اهو. قيمه المكثف بتتغير بتزيد وبتنقص وما توصلش ل 300، مش ثابته. فمعنى كده ان المكثف ده فيه مشكله والمكثف تالف نفسه. فهنا هنبدا نستبدل المكثف ده 35 على 330. هنا انا استبدلت المكثف، ركبت مكثف بنفس القيمه 35 فولت على 330 مايكرو فارات. 35 على 330 مايكرو فارات. نروح نشغل الشاشة كده ونبدأ نفحص فولت ونشوف الفولت عندنا. في أوقات كتيرة بيبقى الفولت زايد لما المكثف يبقى تالف، الفولت بيخرج عن المعجول. تمام، يعني المفروض هنا الفولت زي ما وضحنا كده من 15 ل 20 فولت، 22 فولت. تمام، زي ما شفنا مع حضراتكم كان الفولت هنا واصل معايا ل 23 أو 24 فولت وكان بيبتدي ينخفض تاني. نشوف دلوقتي وكان الديود متذبذب. نوصل الشاشه كده باور. انا وصلت الشاشه باور، هبدا افتح الشاشه كده، اضغط على زر باور، نفتح الشاشه ونروح نفحص الاول قبل ما نشوف. هو انا لاحظت هنا الاضاءه اشتغلت اهي، هنروح نفحص فولت كده نشوف الفولت عندنا خفض زاد ولا انخفض. ادي الشوك ديود اللي كنا بنفحص عليه، وزي ما واضح امام حضرتك كده عندي 16 فولت و 98 ملي، يعني حوالي 17 فولت. لاحظ حضرتك الفولت عامل ازاي، الفولت ثابت اهو زيه زي ال 12 فولت زي ما وضحنا مع حضراتكم كده، وقلت لك ال 12 فولت ثابته والملي فولت ثابت. هنا برضو الملي فولت ثابت، تغيير يعني ممكن 1% 1 ملي ولا حاجه في الميه، انما هنا زي ما واضح حتى هو ثابت معايا مفيش اي تغيير. فانت لو الفولت عندك متذبذب زي ما حصل كده وشفت كده، على طول اتجه للمكثف. الفولت زايد عن اللازم اتجه للمكثف، الفولت منخفض عن اللازم غالبا بيبقى مكثف، الفولت متذبذب غالبا بيبقى مكثف زي ما واضح كده امام حضرتك. نروح نفحص خارج الدرايفر ليد، والشاشه حاليا شغاله زي ما وضحنا كده الشاشه اضاءت ايه. نفحص خارج الليدات، كانت سحبه كان خارج عندي 30 فولت. لاحظ حضرتك عندي هنا الليدات سحبه 37 فولت، والشاشه كده اشتغلت، المفروض شغاله اضاءه. يعني لو رفعت كده ونشوف الشاشه اشتغلت اضاءه. كل ده بسبب مكثف زي ما وضحنا، وكان شكل المكثف مش تالف، لكن مش كل مش الشكل مش كل شيء زي ما وضحنا قبل كده. والمكثف كان تلف من الداخل وما كانش بيفحص معانا مايكرو نهائي، واستبدلناه الفولت كان مرتفع، انخفض الفولت واستقر واشتغلت الشاشه بشكل طبيعي زي ما واضح امام حضراتكم. فده عطل من اعطال الاضاءه ممكن يحيرك، او من الاعطال الخبيثه برضه. فان شاء الله باذن الله كده الفيديو بتاعنا علشان ما يبقاش وقته طويل يكون انتهى مع حضراتكم النهارده. انتظرونا في فيديو قادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.